مصير قصور صدام حسين. أكثر من 17 عاماً على انتهاء حكم صدام حسين، لكن قصوره حاضرة لا تغيب عن المشهد. نحو 800 قصر في مختلف المحافظات العراقية تضرر كثير منها بسبب القصف الأمريكي في حرب 2003. ظلت الأكثر تميزاً بتصاميمها الهندسية والعمرانية على مستوى العالم، تحول جزء منها إلى مبان ومقار للمؤسسات الحكومية والأمنية. مصير القصور. القصر الجمهوري. يقع القصر في أحد أحياء بغداد الراقية على الضفة الغربية لنهر دجلة. كان المقر الرئيسي لرئيس الجمهورية والمفضل لمقابلة الوفود. بعد الغزو العراقي أصبح القصر خاضعاً للجيش الأمريكي ومقراً للحكم المدني ومركزاً للمنطقة الخضراء. تم بناؤه كأحد القصور الملكية ليتزوج فيه الملك فيصل الثاني، وبعد سقوط الملكية عرف بالقصر الجمهوري. تعرض للقصف إبان حرب الخليج من قبل القوات الأمريكية، ثم أعيد قصفه عام 2003 مرة أخرى، لكن تمت إعادة ترميمه بعد ذلك. سلم للحكومة العراقية في أول يوم من عام 2009. قصر السلام. أحد أكبر القصور العراقية، موجود في المنطقة الخضراء. توجد حوله أسوار كبيرة وأبراج مراقبة وبحيرة تم بناؤها في أواخر عهد صدام. يحتوي القصر على أعمدة هائلة وقبة كبيرة جداً، بني بشكل معماري دقيق ونقوش بارعة. تعرض القصر للقصف بالطائرات بشدة أثناء غزو العراق 2003. انهار عدد من الغرف العلوية واحترقت قبة القصر وتحولت لهيكل حديدي. أحدث القصف أضراراً جسيمة في أنحاء مختلفة. في العام 2009 كان مقراً لفريق اللواء القتالي 32 في الجيش الأمريكي، ومنذ 2012 وحتى الآن تم اعتماده كقصر جمهوري ومقر لإقامة الرئيس العراقي. قصر الفاو. بني من قبل الرئيس السابق صدام حسين وسط بحيرة، ولذلك يطلق عليه لقب قصر الماء. يقع على بعد 5 كيلومترات من مطار بغداد الدولي. سمي بقصر الفاو تيمناً بجزيرة الفاو التي استعادتها العراق أواخر الحرب العراقية الإيرانية من أيدي القوات الإيرانية. بعد عام 2003 تم استخدام القصر كقاعدة للقوات الأمريكية. في 2004 أصبح المقر العام للقوة متعددة الجنسيات في العراق. يحتضن القصر ومبانيه ومنتجعه حالياً معسكر النصر كام فيكتوري التابع للقوات الأمريكية. قصر الأعظمية. أحد أشهر القصور العراقية في عالم السياسة، أنشئ عام 1995 على ضفاف نهر دجلة وسط العاصمة العراقية بغداد. تبلغ مساحته 3000 متر مربع، يضم نحو 600 غرفة وقاعة اجتماعات و12 مسبحاً. خصص مع نهاية تسعينيات القرن الماضي لاستقبال كبار الشخصيات والوفود. احتضن العديد من المؤتمرات والاجتماعات البارزة. تمت الموافقة على تخصيص القصر لوزارة الصحة بهدف تحويله إلى مستشفى تخصصي لمعالجة الإدمان على المخدرات. تحولت أغلب القصور الرئاسية العراقية التي تعود إلى عهد صدام حسين إلى مقرات للقوات الأمريكية بعد غزو 2003، وباتت لاحقاً مقرات للجيش العراقي والأجهزة الأمنية والحكومات المحلية. لم تكن القصور والصروح الشاهقة مسجلة باسم صدام حسين، سجلت جميعها باسم الحكومة العراقية وتعتبر من ملاك وزارة المالية. هل شاهدت هذه القصور على أرض الواقع من قبل؟